السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد. سلسلة أرض السواد ما زالت مستمرة في محافظة البصرة بتصويرنا مشاريع الري في هذه المحافظة المهمة. إحنا اليوم في مشروع جوز سمعتوا عنه بالإعلام، بالسوشيال ميديا، الطريق السياحي المطل على شط العرب. شط العرب اللي دائما نسمع عنه، اللي درسناه بالجغرافيا، اللي درسناه بالتاريخ، اللي شهد أحداث تاريخية مهمة وكبيرة جدا. وطبعا شط العرب أكو أهمية كبيرة جدا، أكو أهمية بقلوب كل العراقيين وكل البصريين. هذا الشط اللي مرتبط بالخليج العربي مباشرة، هذا الشط اللي كثير من الصيادين رزقهم معتمد على هذا الأمر الكبير والمهم جدا تاريخيا وجغرافيا. طبعا أحبة المشاهدين، هذا المشروع مشروع بأهميات كبيرة جدا. هذا المشروع اللي ممكن يوقف زحف التربة اللي للأسف بالسنوات الماضية خسرنا كثير من المساحات بسبب اليوم التغيرات المناخية، الزحف المستمر للتربة، وخسرنا أراضي كثيرة عراقية. هذا المشروع المهم جدا اللي مو فقط وزارة الموارد المائية عملت به، وزارة الدفاع، هيئة الحجز الشعبي، وزارة النفط، محافظة البصرة، ولكن الدور البارز والمهم جدا لهذه الوزارة، الدور البارز أيضا للهيئات التابعة للوزارة، الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبذل، الشركات المرتبطة بوزارة الموارد المائية. راح نعرف الكثير من الأسرار عن هذا المشروع وعلى نسب الإنجاز. طبعا المعلومة اليوم للمشاهد، احنا الآن واقفين بإطلالة على شط العرب، ذاك الجانب الأمامي هو مو جانب عراقي، هو جانب تابع للجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا إن شاء الله حلقة ممتعة، ابقوا يعني. طبعاً أحبة المشاهدين، مثل ما قلناكم في بداية الحلقة، اليوم حلقتنا مخصصة عن الطريق الساحلي. هذا الطريق اللي سمعنا الكثير عنه بالقنوات الفضائية، بالسوشيال ميديا، نريد نعرف شنو مميزات هذا الطريق، أهمية هذا الطريق. فإحنا من الآن حالياً بالنقطة تقريباً بعيدة جداً عن معظم المحافظات العراقية، إحنا بالطريق الساحلي بالفاو، وعلى الجانب الآخر الجمهورية الإسلامية في إيران يفصل اليوم بين شط العرب فقط. طبعا نرحب الأستاذ العزيز المهندس أحمد كاظم، مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبذل، واللي ما شاء الله مخصص الوقت هاي على مود اليوم يشرح للمواطنين كثير من الأمور. نرحب بك أستاذنا العزيز. وبك أكثر، ربي يخليك. أستاذ أحمد، إحنا في منطقة طريق الساحلي، طريق وايد نسمع عنه، شنو فائدته؟ اليوم واحد يفكر يقول لك هو طريق، شنو دخل وزارة الموارد المائية؟ شنو دخل اليوم الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبذل؟ شنو فائدته اليوم الموارد المائية هذا الطريق؟ طريق الساحلي حدود 100 كيلومتر من ميناء أبو فلوس إلى آخر نقطة في الخليج العربي. نعم. رأس البيشة على الجانب الأيمن من شط العرب، الغاية منها حماية التآكل وانجراف التربة باتجاه العراق،
بالعكس طريق مهم جدا من الناحية الأمنية، من الناحية الجغرافية ولحماية الأراضي العراقية من التآكل والانجراف. نعم، منو عمل على هذا الطريق؟ منو اشتغل به؟ أنا أدري بيه أكو جهد كبير لوزارة الموارد المائية، منو بعد الجهات الثانية؟ اشتركت به خمس جهات، أهمها وزارة الدفاع، وزارة النفط، هيئة الحشد الشعبي، محافظة البصرة، ووزارة الموارد المائية. وزارة الموارد المائية متمثلة بأغلب تشكيلاتها، الشركات الثلاث مع هيئة التشغيل مع هيئة الصيانة. بالبصرة اللي في جهد في عموم العراق. نعم، لأنها مرتبطة أيضاً. لأنها مرتبطة، نعم. أستاذ أحمد، أريد أعرف إنه سواء واحد يفكر شنو مسوين طريق على مود التربة أو التآكل، أريد شرح فني أكثر، وأتمنى يكون شرح مبسط للمواطن على مود يعرف إنه شنو أسباب إنه هذا الطريق، فائدة هذا الطريق صار، وشون النقل إنه خسرنا بعض الأراضي بسبب تجريف التربة وغيرها من هذه الأمور. هو طريق طبعاً يستخدم دائماً، إحنا مع الأنهار والمبازل أكو طريق مراقبة موجود في التصميم. في شط العرب احنا نسميه الطريق الساحلي، وهو مسؤولية وزارة الموارد المائية. نتيجة التآكلات اللي حدثت نتيجة ارتفاع وانخفاض المياه، التآكل للأسف كان التآكل يصير على جهة الجانب العراقي على حساب الجانب الإيراني. اكو فد سبب علمي انه لا، اتجاه التيار، مجرد اتجاه التيار الماء يضرب بالجانب العراقي تاركا الجانب الايراني، فيصير زحف لسنتر الشط العرب. نعم، اعطيتنا مثال يعني انه ذيك الجهه اليابسه كان النهر يعني تقريبا بعد 3 كيلو. الناس اللي مطلعين سابقا على الواقع الجغرافي للمنطقه ذكروا انه كانوا شط العرب هناك، الان صار في هذه المنطقه. احنا نتعامل واقع حال. نعم. واقع الحال الان شط العرب هذا الجانب الايمن مسؤوليتنا، مجرى الماء مسؤولية وزارة النقل، الحافة والطريق ومحرماته مسؤولية وزارة الموارد المائية. لذلك بادرنا احنا في الحفاظ على محرم شط العرب. نعم، يعني هو الخطر يكمن وين؟ هو ما نعتبره خطر، هو امر طبيعي، يعني انه هي الحدود الفاصلة بينه وبين الجانب الايراني هو شط العرب، منتصف شط العرب، او اعمق نقطة في شط العرب. اكو جانبين، جانب عراقي وجانب ايراني، فهذا الزحف اللي خسرنا بعض الاراضي سابقا، هذا راح يوقف الزحف؟ بلا شك، هاي احد الاهداف وهو هدف مهم، وثانيا هو من ضمن اهدافه منع التهريب، منع الدخول المخربين، يعني الى جهه امنيه اكثر. نعم، يعني هذا اليوم اليوم دلاله انه الطريق هو مهم جدا، انه عدد من التشكيلات والوزارات اشتركت بهذا العمل. اليوم نتكلم على الجانب الأمني، إنه وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي وزارة الموارد المائية أيضا كأمر فني. تقريبا شو كنت بدي أنا بي شو كنت أنت عندك معلومة أستاذ أحمد؟ نسبة الإنجاز ب 85%. نعم، بدينا إحنا للسنة الثالثة على التوالي، من المؤمل أن ننجز خلال الشهرين القادمين إن شاء الله. شهرين؟ شهرين ينتهي. ينتهي هذا الشيء يا رب إن شاء الله بأسرع وقت. عموما يعني اليوم انه انت قلت لي انه هذا النهر كسحوله فنيه شنو؟ مقطع النهر او مجرى او مجرى الماء تابع لوزاره الموارد المائيه، او مو هي مسؤوليتها؟ مسؤوليه وزاره الصيانه مالته والادامه مالته مسؤوليه وزاره النقل. كونه يعني بنقل البواخر والسفن مثل ما تشاهدون. صحيح. طبعا احبت المشاهدين بهذه الاثناء يعني هناك ايضا السفن التجاريه مستمره على الجانب الإيراني والجانب العراقي. هاي عراقية لو إيرانية جافر؟ هاي عراقية على الجانب العراقي. جيد، هم زين شفنا. هو المجرى مشترك. اي صحيح، مجرى مشترك، واكو تنسيق عالي بين الموظفين المعنيين من الجانبين. يعني يا سبحان الله، يعني الحمد لله والشكر على بعض الأمور. يعني أنا هم ما أريد أبتعد عن موضوعنا، إنه هذه بالثمانينات كانت منطقة حرب، منطقة قتال، شهداء، يعني جرحى من الطرفين يعني، ولكن الحمد لله وشكرا الآن أصبح طريق تجاري، أصبحت هناك استثمارات، هذه نعمة السلام والأمن، إن شاء الله يا رب إن شاء الله يديم، إن شاء الله يديم على الطرفين. ربي خير، ربي يحفظك ويخليك. أستاذ أحمد، تكلمنا عن هذا الطريق الساحلي، تكلمنا عن كثير من الأمور، أريد أرجع وياك لموضوع تكلمنا بالحلقة السابقة على موضوع البصرة وأهمية البصرة.
يعني هذا المي اللي قاعد نشوفه الان هذا يستخدم زراعه، يستخدم مياه سائل، وهذا مالح يعني. لا احنا الان في في منطقه قريبه من شط العرب وقريبه تاثيرات الخليج العربي علي، فهذا مالح لا يستخدم لا للزراعه ولا للمياه ولا للمياه الشرب. اذا ممكن حسأل سؤال اخر يعني عذرا انه مو ضمن تخصصات عمل الهيئه، دائما نسمع العالم ولكن عندك خبره بهذا المجال، العالم بالسوشيال ميديا بالفيس يعني كثير باللقاءات التلفزيونيه يقول لك يابا هاي دول الخليج مو قاعد تنقي مياه البحر، ليش احنا ما ننقي هاي المياه؟ هل باستطاعتنا احنا الان اكو تجربه نجحت في البصره سابقا في تحليه المياه، وتجربه اقرت بالخطه الاستثماريه لصالح محافظه البصره لهذا العام، ومن المؤمل أن تكون ثلاث تجارب أخرى في العام القادم لتحلية المياه. حقيقة الأمر يعني وفق ما أرى أنا بالوقت الحالي ما نحتاج تحلية مياه بحر، تحلية نعم بس مو مياه البحر لأن تركيز مياه البحر عالي، احنا نحتاج تحلية المياه المالحة اللي شمال البصرة وبعض المحافظات، ولدى وزارتنا خطط في تحلية مياه مبازل في الرمادي وفي جنوب بغداد وفي الديوانية وفي المثنى وفي الناصرية. تكون مصادر دعم للمياه، تكون مصادر دعم للمياه، تحلية مياه المبازل على سبيل المثال، أو تحلية تنقية مياه مجاري مثلا، وصير لها معالجة ثلاثية وتحويلها إلى مياه بزل ومن ثم تنقية. جيد. أيضا من ضمن مسؤولياتكم اليوم دائما نسمع أنه أكو تلوث بمياه شط العرب او مياه الغريبه خاصه من الخليج، لانه موضوع الناقلات النفط والتسريب هاي الامور تسرب يصير من الخزانات، هذا ضمن مسؤولياتكم او اي وزاره؟ حقيقه الامور يوجد للاسف الشديد 491 مصدر تلوث راصد الهيئه مالتنا في عموم دجله والفرات. ايش قد الرقم؟ 491 مصدر تلوث، أغلبها من دوائر المجاري، وقسم منها الكهرباء وقسم منها للصحة وقسم منها لوزارة الصناعة، بس جل هذه التجاوزات هي للأسف مجاري في بغداد وفي شمال بغداد، محافظات شمال بغداد وفي جنوب بغداد. الآن هنا يختلف، دائما نسمع بقعة نفطية، بقعة هاي آمنا بالله، لأن احنا نحكي موضوع تلوث. نعم، تلوثات اللي تجي نتيجة هنا اللي المحركات وعمل البواخر وصيد الأسماك الجائر بطرق غير شرعية. هذه طريقة جيدة هاي الأمام، هذا الصياد قاعد يصيد هذا يستخدمه، هذا بالعكس جاي يقضي وقت جميل، وإحنا فرحانين نشوف هيك ناس ومرتاحين يعني على التاكسية مالتنا. بالضبط، يعني هاي التاكسية أيضا هاي أحد أسباب اليوم قريبين. أنا مطلع على مناطق، بالعكس هي صار مناطق سياحية، وخاصة اليوم جمعة يجون الأهالي يقضون أوقات ممتعة بالعطلة مالتهم في نعم. مناطق أخرى غير هذا اللي واقفين. نرجع أستاذ أحمد على موضوع البقع الزيتية وغيرها، هذا نطاق عملكم كوزارة موارد المائية لو وزارة بيئة لازم تشتغل؟ لا، البيئة ترصد وتشخص الآن، لأن مسؤولية النهر وزارة النقل، فوزارة النقل هي اللي تحدد، هي اللي تشخص. أما خارج نطاق وزارة النقل يجب على موظفي وزارة الموارد المائية رصد البقعة أو والتبليغ عنها ومعالجتها. نعم، نهاية كلام أستاذ أحمد، ممكن يتحول هذا المكان إلى مكان سياحي نستفاد منه، يعتبر مع كورنيش أو شاليهات مثل ما نشوف كثير من الدول اليوم اللي تستثمر الأماكن المطلة على أنهر على بحار، ممكن يتحول هذا الشيء؟ ممكن، أكو أنا اطلعت على مناطق في الطريق الساحلي أصلا صار جنة، وإذا نقدر الوقت يسمح نشوف أشجار. نعم ممتاز، ومتنزهات وعوائل وأماكن جميلة جدا يعني بعد الشط العرب، هذا هو الجنة. جنة، بس الجنة لازم نستحق أن اليوم نهتم بيها أكثر وأكثر. وطبعا حقيقة كل التحية والشكر لكل عملكم الكبير، اللي طبعا حبة المشاهدين هاي سفينة إيرانية أتوقع على الجانب الآخر، أو يعني مشتركة، هو مشترك يعني. مش عادي يعني طبيعي، لا أبدا، بس يصير تنسيق مع برج الملاح. جيد، يعني وين أقرب برج ملاح؟ أكون أنا قريبات الآن أبراج يمكن ترصتها أنت بالكاميرا موجودة. لا ذنيت أي أتوقع أكو أبراج إحنا طلعنا عليها شفناها وإحنا جايين. جيد،
بس سابقا انا ما اريد ارجع للسياسه، ما اريد يعني اليوم نبتعد عن الموضوع الفني. شط العرب كان كل عراقي، اكو النظام السابق هو موقع اتفاقيه الجزائر وتقاسمنا شط العرب. للاسف الاخطاء الاستراتيجيه كثيره جدا للانظمه السابقه الحقيقه اللي خسرنا كثير من الامور. يعني كان شط متكامل هذا شط العرب وكان عراقي، ولكن مثل بزمن الشاه بإيران وبزمن نظام صدام حسين اللي كان نائب رئيس الجمهورية منتصف السبعينات، حول هذا الشاط وهذه الجنة وتقاسمها لأسباب سياسية. إذا أدخل بموضوعة القضية الكردية وغيرها من هذه الأمور اللي قاعد ندفع اليوم إلى الآن ثمنها. اليوم إحنا نشاهد ضفة سابقا كانت عراقية بأخطاء استراتيجية وصارت مو عراقية بتوقيع قلم، ورجع سوى حرب على هذا الموضوع على نفس الاتفاقية اللي هو الموقع عليه. فمصيبة حقيقة عظمى، ولكن هاي نرضى بعد بهذا الواقع، وإن شاء الله جهدنا تتعمر بجهودكم وجهود الوزارات الأخرى. كل التحية والشكر لك أستاذ أحمد، وإذا تريد تحب تضيف شيء، تحب توصل رسالة للمشاهد، تحب توصل رسالة للعاملين التابعين لهيئتكم في البصرة. وحقيقة احنا مثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة احنا نمر بشحة قاسية جدا، وقطرة الماء اللي توصل البصرة توصل بجهود كبيرة جدا وسهر ليالي ومتابعات حثيثة. فنأمل من جميع المواطنين وخاصة في البصرة العزيزة الاقتصاد التام في بالماء، في توزيعات المياه، في استخدام المياه، فضلاً عن بقية المحافظات الأخرى. لأن أبو العمارة المفروض يفكر بالبصرة، أبو الكوت يفكر بالعمارة والبصرة وهكذا. هي الصعوبة أن البصرة هي الأخيرة بموضوع استلام المياه، يعني هاي مشكلة أيضاً كبيرة، ولكن أكو جهود كبيرة قاعد تحل. يعني الحقيقة يعني متابعاً عمل وزارة الموارد المائية منذ تأسيس برنامج أرض السواد قبل 3 سنوات، الحقيقة عملهم موجود بمختلف المحافظات، ولكن لما شاهدت البصرة يعني والجهود الكبيرة الاهتمام من بغداد من قبل الهيئات من قبل الوزارة نفسها بالبصرة، لا اهتمام غير شكل. يعني اهتمام محافظة تستحق الاهتمام، اكو خطر دائم على هذه المحافظة بموضوعة المياه. كل التحية والشكر لك استاذ. حقيقة لك المشاهدين، شكرا جزيلا. الله الله. على ضفاف شط العرب مستمر حلقة برنامج أرض السواد اللي خصصناها وللمرة الثانية على التوالي لمشاريع وزارة الموارد المائية في محافظة البصرة. تشوفون الجمال وطبيعة الأجواء والزورق أو البلم ورانا، شيء جميل جدا. اليوم الرزق او الماء يوحد كثير من الشعوب والبلدان، يعني هاي ذات تشوفون سفينه ايرانيه، هذا زورق عراقي، وتمر ايضا سفن عراقيه بكثافه. هذا الطريق ما يتوقف ابدا. اليوم الجميع يبحث عن رزقه بالذهاب للخليج العربي اما للتجاره او حتى لصيد الاسماك. طبعا احد الشركات التي ساهمت باليوم بتنفيذ الطريق الساحلي بالفاو هي شركة الفاو. شركة الفاو هي اسمها على الطريق الساحلي بالفاو. فاليوم شركة الفاو هاي واجبها الوطني انه تساهم بهذا الموضوع. طبعا شركة الفاو هي تابعة لوزارة الموارد المائية، ولقاء راح يكون مع الاستاذ المهندس مازن جاسم
مدير المشاريع في شركة الفاف بمحافظة البصرة. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ. أمن ياكم، أنت شغلكم حلو. هاي الأجواء ولو بالصيف، لا أنا موت الصيف، الجو موت أحمر مثل ما يقولون أهلنا، بس الحلو المنظر حلو، تحسون تقدمون خدمة وطنية. أكيد يعني من أعمال الوزارة اللي مكلفة بها شركة الفاو، هي أحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية، لديها كثير من الأعمال في محافظة البصرة. نعم. من ضمنها مشروع معالجة التآكل في شط العرب، هذا الجزء المهم اللي بعض الأجزاء تعرضت للتآكل، كان دور المكلف بشركة الفاو وباقي الشركات، شركة الرافدين وشركة العراق، لإنجاز مثل هذا العمل لحماية ضفاف شط العرب. هذا العمل تمثل بأعمال، جملة أعمال. نعم. من ضمنها مثلا عمل بدأ بأعمال حفريات، ومن ثم وضع أقفاص جابيون ملئها بالجلمود. شنو جابيون؟ أقفاص جابيون أقفاص يعني مغلقة. نعم. مشبكة مثل هاي السهاي. نعم نعم، هذا الموجود. نعم، هذه على توضع بصفوف، على شكل صفوف أكثر من صف، إلى أن تصل إلى الارتفاع والمنسوب المطلوب، ثم بعد ذلك تدفن والمقدمة تعاد تهذيبها وملئها برمي الحجر. نعم. مثل يعني هذا المنظر. يعني اللي الهدف الموجود إنه هذا الحجر اللي موجود راح يمنع من إنه. نعم. تقدم. نعم. التربة. نعم. أو شيء يسموها غرض يعني. إيقاف زحف. إيقاف زحف التربة في هذه الأماكن للحفاظ على مسار والحدود في شط العرب التابعة للأراضي العراقية. جيد. أيضا بفكرة إنه ولو مو يعني تخصصكم، بفكر أمني إنه كان ممكن يكون تهريبات، هذا يوقف فيك عمليات يعني هذا. لذلك شارك الحشد الشعبي ووزارة الدفاع بهذا الموضوع. العمل ذاك كان على الطريق الساحلي، هذا مشروع للتآكل. الطريق الساحلي اشتركت به مجموعة من الوزارات، وزارة الموارد المائية، وزارة الدفاع، هيئة الحشد الشعبي، وزارة النفط، ومحافظة البصرة كان لديها قاطع. نعم. هذا طريق أمني له جانب آخر. حديثنا بالموقع الحالي اللي جاي نتحدث عنه، هذا للفاو حاليا لتآكل شط العرب، هذا عمل آخر اللي متضمن شركة العراق، لها حدود من العمل 1750 متر، وشركة الرافدين نفذت 1550 متر، وشركة الفاو أنجزت الجزء من هذا العمل ب 550 متر طول، وتوجد مرحلة أخرى لهذه الأعمال. هذا اليوم صار فضول لدى المشاهد، حتى عندي الفاو دائما نسمع به. شنو تاريخ شركة الفاو؟ شو تتأسست؟ شنو مهامها؟ شنو نعم. أعمالها؟ أهم إنجازاتها. شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري. شركة الفاو لديها أعمال على طول في على طول مسار العمل في محافظات العراق كافة. لديها كثير من الأعمال، قامت بإنشاء المشاريع الروائية العديدة المتخصصة، شاركت في قديمة. نعم. تأسست في الثمانينات. نعم. ولديها في محافظة البصرة عدد كثير من الأعمال، حتى من ضمن أعمالها القناة الروائية، قناة شط العرب، شاركت هي والشركات الأخرى الرافدين والعراق في تنفيذ قناة شط العرب الروائية، وكانت من أهم المشاريع التي نفذتها الشركات في محافظة البصرة، التي تعتبر شريان مهم وحيوي لمحافظة البصرة. القناة الروائية حاليا تغذي مناطق كثيرة من البصرة بالإسالات، وترفد الأراضي الزراعية بالمياه. نعم. الصالحة. نعم. الفاو مرتبطة بوزارة الموارد. نعم نعم، شاركت في تأسيس هذا العمل وتنفيذه في إنشاء هذه الأعمال. ولديها أعمال أخرى في محافظة البصرة، تشارك حاليا في مشروع ماء البصرة الأنبوبي
الذي هو ايضا الفاو. نعم تشارك نعم هذا الموضوع. تشارك الفاو. وبعد شنو الشركات اللي وياها؟ الرافدين والعراق لديها اعمال مماثله في مشروع ماء البصره الانبوبي. ممتاز، يعني انجازات حلوه. نعم موجودة. شركات الوزاره ما شركات شاء الله. لما بديتوا بهذا القاطع وجبتوا هذا الحجر وسويتوا هذا الطريق الساحلي اللي اليوم يحمي تربة العراق أو شط العرب إنه من التقلص باتجاه الأراضي العراقية، تتآكل يوم التربة عندنا أو تزحف التربة باتجاه به كثير ردود أفعال المواطنين القريبين على هذه المنطقة فرحوا يعني بعد ما كانت هي تشولة تعتبر يعني. أكيد يعني هذا راح يساهم في إيقاف زحف أو تآكل الأراضي، راح يحمي الأراضي القريبة، راح يساهم في أن يكون يعني منظر جميل ويبعث حتى للاستفادة منه في أعمال السياحة. نعم أنا أشوف هواي مواطنين قاعدين على الضفاف، ناس تصيد سمك، ناس مستمرة على زوارق قاعد تفترك، وناس قاعد ما شاء الله تصيد هو هذا الرزق الثابت. جيد، راح نرجع ونقول إلى نقطة الجميع اتفق عليها لما وصلنا إلى البصرة إلى اليوم، إن البصرة تحتاج عناية خاصة لموضوعة المياه. البصرة وضعها ما يشبه باقي المحافظات، البصرة صار مد ملحي من البحر، لا رأسا المياه يكون مالح يوصل إلى شمال البصرة مثل ما تكلمنا، والحقيقة جهود كبيرة جدا على قناة شط العرب الأروائية وغيرها من التشكيلات الأخرى المساندة التي قاعد تقلل من هذا الموضوع جدا مهم. صارت أزمات كثيرة، أزمات مياه بالبصرة، وآخر أزمة اللي صارت من حكومة السيد العبادي تكلمنا بالحلقة الماضية على هذا الموضوع، يعني وقلت إنه أنا أخلي يطمئن المواطن إن شاء الله عمل كوادركم وهاي الأمور فيما يخص كان القناة. نعم جيد، أنت أيضا من أبناء محافظة البصرة، وأنا سألت هذا السؤال أيضا الأستاذ أحمد، أكل فكرة إنه تتجه البصرة لتنقية مياه البحر، عندنا القدرة إنه كشركات فاو رافدين تشكيلات أخرى، إحنا العراق عندنا قدرة لو إلا يعني نستعين بخبرات. مشروع تحلية ماء البحر يعني اتفقت عليه محافظة البصرة وصار تخصيصات في الموازنة أقرها مجلس الوزراء. نعم. وهذا الموضوع يعني خاص بالمحافظة يعني خاص بمحافظة البصرة لإيصال مياه تحلية مياه البحر على الفاو. أها يعني ماشيين بهذا. نعم الموضوع. يوجد هكذا مشروع يعني على محافظة البصرة. جيد. هذه المناطق ماكو مناطق زراعية هنا بعد؟ لا توجد مناطق زراعية. لا إذا فرض إذا أكو منطقة زراعية هنا مين إلها المي الصالح؟ يعني هو الزراعة العفو. أكثر الأراضي الزراعية بهذه المناطق تحولت على قناة شط العرب الأروائية. ها بذي غير جهة. نعم. فهمتك. قناة شط العرب الأروائية. اللي قبل ما نوصل هنا. نعم قناة شط العرب الأروائية في هذا الموقع هي قريبة من شط العرب. يعني هذا ما يقدر يزقي به. توجد أنهار كثيرة من شط العرب. مثل هذا. متفرعة. نعم. متفرعة. من شط العرب باتجاه الأراضي يعني هذه إحوازات موجودة بعدد يعني كثير من الإحوازات، الأنهار مفتوحة في حاليا المياه جيدة في شط العرب بعد فتح هذا الكارون. ممكن هذا يزقون به؟ نعم بالوقت الحالي بسبب فتح الكارون وتحسن المياه في شط العرب، الاستفادة من الأنهار ومن المتفرعة من شط العرب للأراضي الزراعية يستفاد منها الأهالي بالوقت الحاضر، وفي الأوقات التي يكون فيها المياه غير يعني جيدة أو مرتفعة الأملاح القناة شط العرب الإروائية موجودة لتزويد الأراضي القريبة منها. طبعا عمل واضح وجهود جبارة وعمل كبير جدا لكل العاملين بوزارة الموارد المائية وأيضا الشركات التابعة إلها الفاو رافدين العراق تشكيلات أخرى، كل التحية والشكر لأستاذ مازن على هذه المعلومات اللي أيضا هو مدير المشاريع في شركة الفاو وأيضا عمل آخر مدير مشروع القناة الأروائية الحرب. نعم. اللي حقيقة الحمد لله والشكر عندنا هذه الجهود الطيبة من قبل كل العاملين من أجل اليوم إيصال الماء العذب للفلاح للمواطن من أجل اليوم شرب المياه. طبعا أحبة المشاهدين حلقتنا ما زالت مستمرة، ولكن نقطة يعني لازم اليوم أوضحها للمشاهد، أوضحها اليوم للمواطن العراقي، يعني
كثير تطلع لنا اخبار يعني للاسف اكو ناس يقصد اي عمل يعني انه يكون انجاز مشروع هناك هجمه عليه، ما اعرف شنو الاسباب الامور الاخرى. يعني فرضا يعني فرضا فرضا انه دائما اكو نظره، انا كنت من الناس قبل ما اجي للبصره اجي اصور اشوف انه البصره مايها كلها مالح، البصره زراعه ما عندها لان مايهم مالح، انه المي انه اجلكم الله باوساخ وغيرها من هاي الامور. كنت انا ماخذ هيك نظره لان كثير من الاعلام اصر على هذه المواضيع، ولكن انا لما زرت البصره لا الوضعيه مختلفه. انا البصره شفت مزارع وكثافه مزارع ما شاء الله كبيره جدا، راح تشوفوها ببعض اللقطات اللي صورها كذا برنامج ارض السوات القرب من المشاريع. يعني خير من الله، يعني البصره انه صح مو بصره القبل بالسبعينات بموضوع النخيل وغيرها، ولا البصره اللي كانت عباره عن مثل ما يصيحونها فينيسيا الشرق بسبب اليوم تشعبات الانهر وغيرها. انا اقول لك مو مثل قبل، ولكن مو مثل السوء اللي صور الاعلام، الاعلام الحاقد على اي منجز العراق. وشفتوا الاعلام الحاقد اللي سوى لما البصره استضافت كاس الخليج، الصار دائما يقللون وهي صارت مشكله، يعني يدورون جزئيات بسيطه. فحقيقه بجهود اليوم كل الجهات انه داخليه دفاع وزاره موارد ماي مواطنين ان شاء الله تنبني البصره وغير المحافظات. كل التحيه والشكر لك استاذ العزيز. طبعا احبتي المشاهدين حلقتنا مستمره في الطريق الساحلي في الفاو، ونحن الان بالنقطه الفاصله بين العراق وبين الجمهوريه الاسلاميه في ايران اللي حقيقة يتقاسمون هذا الشط، شط العالم أبو يعني. مشاهدين مستمرة حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد. التقينا ويا المسؤولين ويا بعض المدراء بالمشاريع، مدراء مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، وعرفت كثير المعلومات. ولكن الآن انتقلنا إلى أرض الواقع، الجهود الكبيرة أيضا إحنا ما نبخص الجهود الكبيرة من المدراء، أيضا توجيهاتهم المستمرة، عملهم الميداني، نزولهم دائما لأرض الواقع. ولكن لما أيضا نسأل العاملين على الأرض مهندسين مساحين هتكون أيضا نعرف كثيرا من المعلومات، كثيرا من الأسرار على أهمية هذا المشروع. لأن ممكن اللي يجي يشوف هذا المشروع من بعيد طبيعي حجر وموجود على شط العرب خلص لا أكثر ولا أقل، ولكن بيه كثير من الأسرار، بيه كثير اليوم من الفوائد. الآن لقانا مع الأستاذ علي خضر، هو رئيس مساحين أقدم. أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ. الله يحفظك. السلام عليكم. الحمد لله. الله يخليك. تبي البصرة؟ نعم من البصرة بالتحديد. ناحية النشوة. والله مسافة بها. تابع وين يا قضاء؟ قضاء شط العرب. قضاء شط العرب. شمال محافظة البصرة. جيد. من يا سنة بوزارة الموارد المائية؟ من 2004. 2004 يعني 22 سنة. 22 سنة. عمر. نعم. قضينا له. الله يخليك ويحفظك يا رب. العمل صعب. العمل صعب. وتعب. نعم. وبالشتاء باردة. بعد احنا موارد مائية. اي وهنا ما شاء الله بالصيف ايش قد 60. توصل 60. يا يا بي. والهواء شرج شوية صعب. يا يا الله يساعدكم. والرطوبة. والرطوبة. نعم نعم نعم. ان شاء الله يا رب يبعد عنكم الموت والخنقة وهاي الامور. حياك الله. كله جهد كبير، رب يحفظكم. اهلا وسهلا. تحياتنا نوصلها لكم مو من البصره، لا من كل محافظات العراق، لان انتم اليوم تمثلون وقاعد تساعدون بالواجهه البحريه للعراق المطله على الخليج. بارك الله بجهودهم. الله بارك الله بجهودكم. استاذ علي، فكره الطريق الساحلي هل هي يعني فكره خلص طريق؟ لو شنو كانت الفكره؟ اهميته؟ شنو موضوع الطريق الساحلي؟
الطريق الساحلي استنادا الى توجيه وزير الموارد المائيه المهندس عون الذياب المحترم وتوجيه ومدير عام هيئه التشغيل المهندس احمد كاظم بتنفيذ اعمال الطريق الساحلي الموازي لشط العرب. طبعا المشروع طوله 95 كيلومتر 95 كيلومتر من يبدي؟ يمتد من منطقه ابو فلوس الصفر صفر اليم الميناء ميناء أبو فلوس عند محطة صفر صفر وينتهي براس البيشة عند محطة 95 كيلو. يعني مسافة مو هينة. أي مسافة 95 يعني كيلو متر موازي إلى شط العرب. أي شو قد بديتوا تقريبا؟ بدينا بتقريبا 20/6/2021. حافظها بالمضبوط. نعم. أبوالك عيد ميلاد واحد من ولدي. نعم. هو يخلي. واجهت صعوبات؟ والله احنا واجهنا صعوبات بالتنفيذ بداية بس بجهود القوات الأمنية المساندة. فحل كل الإشكالات الموجودة. مثلا المواطنين يدعون بأن هاي الأراضي تابعة لهم. هي صدق لهم وهي حكومة؟ لا هي موازاة شط العرب تعرف المحرمات شط العرب ومرات يجي يوم منطقة على ساتر أليف. ساتر أليف هذا تابع للموارد المائية فاحنا استقلينا هذا المسار. نعم طبعا عذرا انا خالي ايدي بجيوبي يعني شويه بارد. لا براحتك يعني انتم متعودين. براحتك يعني. وبالتنسيق مع قياده حرس الحدود وخفر السواحل في المنطقه. يعني اكو انه ناس متجاوزين انه قال لكم ما نوخر منا؟ نعم نعم. اعتدوا على كوادركم؟ لا لا ما صار. علينا شغلات سلميه. انتم يا السلام عليكم. عليكم السلام. هنا اكو مشروع. نعم. ايش قالوا لكم؟ لا والله من تروحون للقوات الامنيه. نعم. بعدين تتعامل. نعم. وتتصرف. حيث قسم المشروع الى خمس قواطع. القاطع الاول نفذته وزاره الدفاع مديريه الهندسه العسكريه. خلي حتى نفصلها انه هو الطريق مو فقط وزاره الموارد ما يشتغلت فيه جهاد. اول قاطع سوته وزاره الدفاع. القاطع الاول نعم. قامت بتنفيذه وزاره الدفاع مديريه الهندسه العسكريه. ربي يحفظهم مشكورين. بمسافه 28 و350 كيلومتر. هم رقم جيد يعني تقريبا 30% هي الشيء. نعم نعم. القاطع الثاني وصلت نسبة الإنجاز بقاطع وزارة الدفاع لقاية التاريخ 100%. أعمال ترابية. سبقوكم. سبقونا. تعرف اليوم وزارة الدفاع يعني ممكن الإمكانيات. إمكانيات والجهد. العدد عندهم المنتسبين أكبر. والتواجد الضباط وتواجدهم بالموقع. مما يعطي العسكري يختلف. نعم اليوم نعم يعني الشده وهاي نعم لازم نعم يعني نعم. احنا مثلا وزارات المدينه لا يختلف لا يختلف بعض الشيء. نعم. جيد. القاطع الثاني. القاطع الثاني نفذته وزاره الموارد المائيه الاحنبي. ايه نعم. ايش قد طوله؟ الطوله 10 كيلوات و650. ايش قد النسبه؟ نسبه الانجاز 100% لقايه التاريخ لحد اليوم. ايه الاعمال الترابيه 80%؟ لا 100% لقايه التاريخ. ماكو لا ان شاء الله. اها حسب الفترة الزمنية. حسب الفترة الزمنية 100%. بس بعد بيعمل. بعد بيعمل. حسب الفترة الزمنية. حسب 100% ان شاء الله. ورب يحفظكم جهودكم. حياك الله. من الجهات الأخرى. القاطع الثالث وزارة النفط. جاب وزارة النفط بالموضوع. بعد تكليف رئاسة الوزراء. أوامر نعم. يعني. أوامر. نعم نعم. قاطع النفط 10 و550. 10 تقريبا قدكم. اي تقريبا تقريبا. القاطع الاخر. القاطع الحشد الشعبي هيئة الحشد الشعبي تقريبا. ام 10 و550. والاخير المحافظة. الاخر قاطع المحافظة 34 كيلو 800. ها يعني تقريبا وزارة الدفاع اخذت المساحة الكبرى. نعم. 28 كيلو و350. النفط والموارد المائية وهيئة الحشد الشعبي تقريبا نفس النسب. نفس الأطوار. وعندك المحافظة 4000. المحافظة 34 و800. 34 هو أطول قاطع. يعني هم الأكبر. اي الأكبر. الأكبر. محافظة الأكبر من بعد شعابها. نعم نعم. يعني فلطوها المحافظة. المحافظة شقد نسبتهم بالإنجاز؟ نسبة الإنجاز 82% والعمل مستمر لقاية التاريخ اليوم. جيد. نعم جيد. يعني نقدر نقول 100% انتو والدفاع. والدفاع والمحافظة. والمحافظة. نعم. يعني وايضا. نعم. هيئة الحشد قد واصلة. هيئة الحشد 30%. نعم.
وقاطع النفط تقريبا 60%. وخلال هذه الفترة وحسب توجيهات معالي وزير الموارد المائية تم سحب العمل من وزارة النفط وهيئة الحشد الشعبي. نعم. وتكليف وزارتنا وزارة الموارد المائية بتنفيذ العمل. جيد. المتبقي من قاطع وزارة النفط وقاطع وزارة للمتخصصين. نعم متخصصين أكيد يعني. نعم متخصصين. نعم. يعني احنا هم حقيقة كل التحية وكل الشكر إلى وزارة الدفاع فرضا. نعم. ومثلا اليوم وزارة الدفاع لها مهام أهم ومهام أمنية، هذا أيضا مهم أنا أعتبره. نعم. نعم. أيضا شكرا لهم. هيئة الحشد الشعبي اللي عندها مهام بمختلف. نعم. المحافظات العراقية. نعم. واشتركت في هذا العمل، شكرا لهم. وزارة النفط اللي أيضا هسه وزارة النفط هي اهتمامها استخراج نفط تصدير نفط أيضا عملت، أيضا شكرا جزيلا. ولكن الجميل جدا والرائع أنه أكو مساند بين الاتحاد. نعم. أنه ما فرضا انه لما استاذ علي انه يقول لك يا بدي يسوون شط العرب طريق ساحل يقول لك هي وزاره الموارد المائيه ومحافظه البصره احنا ايش علينا. نعم صح. بس حلو التعاون. حلو التعاون. زين تعاونتوا انتوا بيناتكم، نقلتوا مثلا مواد، احتاجيتوا شيء مثلا من الدفاع ماكينه او امر؟ بالعكس الدفاع كان افضل قاطع متعاون. جيد. افضل قاطع متعاون يشتغل على كل القواطع. يعني تحتاجون مثلا آلة مسانده من القوات الامنيه، مسانده مثلا اليات عامله. نعم. الناس ما قصرت بهذا الجانب. اريد المواطن يفهم اهميه هذا المشروع. يعني حكينا باللقاء الاول، ولكن شنو انت اليوم تعرف يعني صار شنو الاهميه؟ اولا هذا المشروع مشروع يتضمن سياحي، طريق سياحي ممتاز. وطريق امني بنفس الوقت. نعم. طريق امني، وطبعا هي تعتبر بالاضافه الى سداد حمايه سداد فيضانيه لضفاف شط العرب. اها ممتاز. نعم. حلو حلو جيد. بدي اشوف لما امشي بالان. نعم. يعني على طول شط العرب اكو مثل هاي القنوات، هاي وين تروح شنو فائدتها؟ هذا اللي نسميه احوازات. احوازات. احوازات بالاضافه المشروع يتضمن اعمال ترابيه يسمونه حوز نهر. يعني نهر صغير. النهر صغير. نعم. مجرى. نعم. نهر متفرع من شط العرب. نعم. يغذي الاراضي الزراعيه. هذا يعني بصنع الانسان لو هي من ربنا. هو بصنع الانسان، بس احنا كموارد مائيه فحاليا نطهرها كل اربع سنوات. يعني قديمات. هاي قديمات. انه كل مسافه اكو تصريعه. كل مسافه حوز اطلب. ايه. هاي الامور. نعم. قلنا على الصعوبات انه مثلا اكو ناس يقول لك هاي قاعدة انحلت هاي الامور الكثير، تتوقعون اكو بالمستقبل راح تتغير اكثر واكثر تصير جماليه؟ طبعا جماليه. احنا هسه من خلال العمل نجي ايام الجمعه والعطل نشوف العوائل على طول الطريق الساحلي. نعم. تجي هنا تتنزه على شط العرب. حلو. أيه. جيد. ايضا فادت الصيادين. طبعا فادت الصيادين بنفس الوقت. والجانب الاخر والجانب المهم كخفر سواحل شكرا وزارة الموارد المائية على التنفيذ، لان قبل ما يقدر يستطلع ضفاف شط العرب من على طول الشريط الحدودي. بالضبط. يعني ما بي انه هاي الامكانيات ماكو الامكانيات. إيه نعم. حلو. نعم. جيد. يعني نعم. ايضا فائده امنيه. فائده امنيه. جيد. تتوقعون راح هاي تتحول منطقه استثمارات انه مثلا شاهد متنزهات محلات هاي الامور ان شاء الله؟ شنو اقرب منطقه سكنيه هنا؟ المنطقه هاي منطقه كوت عقاب المخران. كوت عقاب. كوت وبعد المخران. المخرب. هاي منطقه البحار. قضاء شط العرب هاي؟ هاي تابعه كلها القضاء الفاو. الفاو. اي بالفاو. هسه احنا حاليا بالفاو. بالفاو شط العرب بعد هناك. بالاضافه الى ناحيه السيبه. ناحيه السيبه عمر بها الطريق الساحلي. جيد. نعم. يعني يبدي من السيبه تقريبا. يبدي من ابو الخصيب. نعم. عددكم اليوم يعني مثلا هل فقط عملكم كدائره لو ايضا هناك مسانده من قبل دوائر اخرى بوزاره الموارد المائيه؟ احنا العمل ضمن اعمال ترابيه بالإضافة إلى تم تشكيل دائرة مهندس مقيم من وزارة الموارد المائية، دائرة مديرية الموارد المائية بالبصرة، بالإضافة إلى الأعمال المنشآت يتضمن العمل أعمال ترابية وأعمال منشآت للأحوازات التي تتقاطع مع الطريق الساحلي. عدد الأحوازات
98 حوز. نعم. تم تنفيذ عبارات انبوبية مختلفة التصاريف. عدد هسه الأنابيب المنجزة لغاية تاريخ العبارات المنجزة 88 عبارة. 88 عبارة تتقاطع مع الطريق الساحلي. رقم جيد. إيه تم تنفيذها من قبل شركات الوزارة. الفاو والرافدين. شركة الرافدين وشركة العراق وشركة الفاو. ثلاث وزارات. ثلاث شركات. الآن يعني أنا بدي أشوف شلون هاي شنو هاي المجال مجرى مي هاي مين؟ هذا مجرى. مثلا إذا يصير أمطار هنا. لا هذا المد يصعد بالنهر. إيه. ومن الجزر يرجع باتجاه شط العرب. لا هاي البيض شنو؟ هذا إني ماي الأمطار. من يجي على مود ما يخترق التكسية الحجرية ونستفاد فيستفاد يرجع للنهر. ممتاز. حلو هيك أمور يعني. عاشت الأيادي وربي يحفظكم إن شاء الله. بارك الله بجودك. طبعا كل التحية والشكر. حياك الله أستاذي على كل هذه المعلومات. حياك الله أستاذ علي. ربي يوفقكم. حياك الله. وحين الشرف أن وضعنا هاي المسافة من بغداد إلى أقصى جنوب العراق. أهلا وسهلا. البصرة بصرتكم. ربي يخليك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. حياك الله. أهلا وسهلا. طبعا أحبة المشاهدين قبل ما أختم حلقتنا لهذا اليوم شفتوا أنتوا الحلقتين والسلسلة المرتبطة بمشاريع وزارة الموارد المائية وتكلمنا عن الكثير من الأمور والمشاريع اللي اليوم ختمناها بهذا المشروع المهم وهو الطريق الساحلي اللي على شط العرب على ضفاف شط العرب الضفة العراقية. طبعا لما نجلس ونشاهد اليوم الضفة الإيرانية لشط العرب نشاهد هناك الحقيقة إعمار بناء هاي الأمور. فطريق الساحلي هو بداية الإعمار لنقابل الجهة الأخرى وهذا اليوم حق من حقوق العراقيين. انه اكو متنزهات، اكو بعض المرافق الاخرى اللي تخدم المواطن العراقي، ممكن هاي يجي يوم من الايام هاي المناطق الشاسعة تتحول مثلا الى مجمع سكني كبير، واطلالة رائعة جدا، اطلالة جميلة جدا والاجواء حلوة جدا، هذا الممر الاستراتيجي المهم الاقتصادي السياحي وغيرها من هذه الامور. فالحقيقة كل التحية وكل الشكر إلى وزارة الموارد المائية، إلى وزارة الدفاع، إلى هيئة الحشد الشعبي، إلى محافظة البصرة، إلى وزارة النفط لإتمامهم هذا المشروع المهم وهو طريق الساحلي لشط العرب. إحنا من الفاو وتحياتنا لأهلنا في محافظة البصرة على حسن الضيافة والاستقبال العظيم حقيقة اللي تلقيناه الكل مبتسمة وندخل إلى الموظفين بوزارة الموارد المائية حقيقة ابتسامة. كل التحية والشكر من الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل وعلى رأسها الأستاذ أحمد كاظم اللي حقيقة وفر لنا السبل الكبيرة والإجراءات والدخول بكل المشاريع التابعة لوزارة المائية اليوم لنقل الصورة الحية والكبيرة. يسأل مشاهد أو مواطن ليش هذا الاهتمام بالبصرة بموضوعة الموارد المائية؟ أرجع وأقول لك البصرة تحتاج عناية خاصة بهذا الموضوع. البصرة أكو مد ملحي وأكو مياه عذبة ممكن تأثر اليوم على المواطن البصري على الفلاح البصري. بغير محافظات ماكو هذا الخطر وهذا اللي يعانون من عند أهالي البصرة اليوم خدمة للعراق لأن هم الأطلال الوحيدة على شط العرب بتصدير وارداتنا وكلها من هاي الأمور باستيراد الأمور المهمة اللي يحتاجها المواطن العراقي. تحياتنا لكل العاملين بوزارة الموارد المائية بالبصرة وتحياتنا لكل مواطن بصري وتحياتنا لكل مواطن عراقي. إلى هنا أحبة المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد من البصرة الفيحاء من أقصى جنوب العراق. نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.